هي تطبيشة. فيهم العافية عمي. فيهم العافية اختي. عسل هالبردان، عسل عسل البردان. يلا على الفطار. مال يفا البردان. فيها العافية عمي. فيها العافية. السلام عليكم عمي. وعليكم السلام. بركة ابنك؟ اي والله هذا ابني ربيع. الله يخلي لك يا بس حرام هيك منحوش بطاقة الشمس، مبين عليه مخستك. اخطي عمي، بعته على البيت. والله معك حق. بس يا ابني انا زلمة كبير ما قدرت اشتغلت لحالي، بدي مين يساعدني؟ انا بساعدك عمي، انت بس اللي شو بيلزمك. كتر خيرك. يلا يا هريسة. بتعرف؟ يلا على الفطار. رح جيب عربايتي خطشن بعربايتك، بس الله يوفقك. بعته لهالصبي عمي. ماشي. الله يطول بعمره. قرب يا حباب. يا ربيع يا ربيع، قوم ابي روم، قوم ابي. لا اليبرا يا سلو. الله حيو عمي ابو ربيع. يا هلا يا هلا. عسل يا بردان عسل. علي عمي مناع. عسل يا بردان عسل. علي عمي مناع. مال يا فل بردان. بري عليك أنا هات عم تشوف منيح. أخذت إذن بضايات الحارة قبل ما توقف تسترزق هون؟ والله أنا أخذت إذن الشيخ مالك، بيكفي وبيوفي. على راسي الشيخ مالك بس ما بيكفي، خاصة إنه منظرك من فوق لتحت مو عاجبني. لعن نفس. فيهم العافية. أخي من الآخر قل لي شو بدك؟ ورانا رزق وبدنا نتسبق. كلك نظرة بضاي، بدنا المعلوم. سبرك بسبر هالبسطات. ودخلك هاد المعلوم لمين بدي أعطيه؟ حاكم ماني شايف حدا قدامي. وزي كلامك ولا تحكي كلام اكبر منك. ها اللي عندي قلته، واللي بيمد ايده على رزقي بتقول له جوزة حلقه. انت شكلك مو جايب على خير، معك من هون لبكره تدوزنا براسك. يا بتدفع المعلوم يا اما اذا صلبطها بقطع لك اياها من شرشه. وإذا ضيافة صحتين وهنا عليك يا بضاي. موعدنا بكرة. يا بعيد عن الشر وغني له، دول ما بيخافوا الله. يا عمي يا عمي، أنا إذا الشر عم يلحقني ما عم يتركني بحالي، شو بدك يعني عمي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. عمي أبو ربيع، أوقات الشر بده شر أقوى منه. عم تحكي مظبوط. يا فاوي البردان.